لا، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك أن أوروبا تنظر يعني بحذر كبير وتترقب ما يجري بشكل حسيس في أوكرانيا. الأمر لا شك أنه خطير وأنه يمكن أن نتطور إلى حرب أو يعني إلى مستويات أعلى جدا من يعني الخطر على كل المنطقة، على كل الاتحاد الأوروبي. المشكل طبعا هنا أن هنالك يعني دعنا نقول استقطاب كبير جدا، ليس فقط داخل أوكرانيا بل على مستوى العالم ككل. والأمر يمكن فعلا يعني كما نسمع من كلا الجانبين، من روسيا ومن أوكرانيا، وأن هنالك خطر كبير لربما توسع هذا الأمر لمعركة كيماوية، خصوصا وبعد اكتشاف عدد كبير من المخابر البيولوجية التي كانت تستعملها كييف لتطوير يعني مستويات وأنواع جديدة من الأدوية أو عفوا الأسلحة البيولوجية الخطيرة. الأمر خطير جدا ويستدعي فعلا الحذر. وأوروبا حتى الآن تعيش على يعني منذ بداية هذا الحرب تعيش على إيقاع حرب لم تكن متوقعة، وتعيش على خطر كبير أن تتطور الأمور إلى حد لا يمكن التراجع عنه أو إلى حد لا يمكن التكهن بنتائجها حقيقة. نعم سيد عبد المسيح، الاتحاد الأوروبي يؤكد مرارا وتكرارا على أنه لا يريد الحرب مع روسيا وأن الهدف هو إضعاف القيادة السياسية في روسيا. هل برأيك هذه المعادلة باتت قريبة من التغير في حال ازداد وقع الهجمات الروسية على أوكرانيا؟ سيدي، القضية يعني الحرب هنا يجب أن يعني نحدد الأسس التي انطلقت على أساسها. الحرب الأساسية هي هنا ليست بين أوروبا وروسيا، الحرب الأساسية هي بين أمريكا وبين روسيا. الحرب هذه تجري على أراضي أوكرانية، والجميع يعرف منذ ربما ليس يعني لن نقول سنوات بل من أسابيع قبل هذه المعركة التصعيد الأمريكي يعني المناورات الأمريكية في البحر الأسود وإرسال سلاح وإرسال جلود حتى إلى أوكرانيا. أوروبا لم تكن تريد أن تدخل في هذه الحرب وحتى الآن لا تريد الدخول بهذه الحرب. القضية قضية تصارع يعني صراع على النفوذ وعلى القوة بين أوروبا عفوا بين روسيا وبين أمريكا. أمريكا تريد أن تدخل وتزج أوروبا في هذه المعركة لأنها تريد قطع العلاقات، هذا التقارب الذي جرى ربما في الآونة الأخيرة بين روسيا وبين أوروبا، واعتماد أوروبا على الطاقة الروسية كونها المصدر الأهم والأكبر والأقرب والأرخص، إضافة إلى اعتمادها على مصادر أخرى أيضا يعني أمور مهمة من خامات للصناعة والاقتصاد الأوروبي. كل هذا يؤرق أمريكا حقيقة وتريد أن يعني تزرع شرخ بين أوروبا وبين روسيا. ولذلك القضية هنا ليست حرب أوروبية روسية، وهذا ما يفسر بالأمس على سبيل المثال الاتصال الذي جرى بين المستشار الألماني شولت والرئيس الفرنسي والرئيس الروسي، يحاولون بشكل أو بآخر إيجاد صيغة على الأقل للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات، خصوصا وأن أوروبا بدأت تدخل بأزمة حقيقية فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة. نعم. سيد عبد المسيح، هناك يعني المستشار زيلينسكي قال في الساعات الأخيرة إن الوفد الروسي بات يستمع لمقترحاتنا بعناية وأنه لن نتخلى عن مطالبنا بإنهاء الحرب وانسحاب القوات. هل تعكس هذه التصريحات لينا أو تراجعا معينا في الموقف الروسي، وستضغط أوروبا على الأوكرانيين من أجل إبداء موقف أقل تشدد في هذه القضية؟ بشكل او باخر ما يعني فهمناه على الاقل في الجوله الاخيره التي جرت في تركيا ان الموقف الروسي ثابت، لن يغير شيء. هنالك شروط فرضت ووضعت ويجب على يعني كما يعني سمعنا من وزير الخارجيه انه يجب على الاداره او الرئاسه او الحكومه الاوكرانيه ان تستجيب لهذه الشروط. بشكل او باخر ما نعرفه وما يعني نسمعه حتى عن الجولات السابقه ان هنالك اصغاء من الطرفين، لنكون أيضا يعني واقعيين، هنالك إصغاء حقيقي من قبل الطرفين. وربما اليوم أوكرانيا تشعر نفسها وحيدة وغرطت بهذه الحرب من أطراف خارجية، من الناتو، من أمريكا، وهي لم تعد قادرة على السير بها للأخير. وأعتقد أن ربما يعني الموقف الروسي أيضا يأتي من يعني إطار أو من منطلق أنه بدأت يعني المعركة
أصبحت شبه محسومة، ويعني التفوق الروسي واضح، ولن يستطيع اليوم الأوكراني أن يغير شيء في المعادلة العسكرية، وبالتالي المعادلة السياسية والحل السياسي الذي يطرح يجب أن يكون من هذا الإطار. هم يسمعون، لكن أعتقد أن الشروط الروسية شروط ثابتة ولن تتغير، وسوف يصرون على فرضها ولو كان بالقوة أعتقد. نعم، عبد المسيح الشامي، كاتب وباحث سياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة برلين الألمانية، شكرا لك على هذه المداخلة.